السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل حال وأتمنى لكم كل الخير. صلوا على النبي جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ هذا المقطع إخوان، سووا لايك، واللي مشترك فضلا ليس أمرا الحين يشترك في القناة، واكتبوا كومنتات إخوان مرة كثيرة، مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين اللي تقدروا إخوان. صباح الخير إخوان، من ديرتنا ديرة أجدادي إخوان، رجعنا من جديد وفي الشتاء. الساعة 4 يا إخوان الحين الصباح، رايحين لمكان يبعد من هنا ساعة ونص. ليش؟ رايحين للصيد إن شاء الله. معي مراتب، صباح الخير. صباح النور. في نوم ولا ما في؟ لا ما في دهن، خلاص يلا الحمد لله تمام. معنا عمنا صاحب أبويا وأبويا هنا. السلام عليكم أبويا. عليكم السلام. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالك؟ طيب الحمد لله تمام يا عمي، بخير. خلاص جاهز؟ يلا يلا يلا. تأخرنا؟ ايوه تاخر كمان. يلا انت عمنا كمان هنا موجود، هذا كمان بيروح معنا. فامس اخوان سكننا هنا، وان شاء الله اليوم كمان بنسكن هنا ان شاء الله، اذا الوالد قال لي تمام خلاص بنسكن هنا. فرايحين الحين صباح باكر، الساعه 4:11 دقيقه يا اخوان. ابويا ايش هذا؟ هذا ولدي رطوبه مره يعني قوي زي ال... صباح الخير اخوان، من جديد وصلنا خلاص، تقربنا من مكاننا اللي احنا ان شاء الله بنروح نصيد فيه. وقفنا هنا في هذا المكان البسيط نشرب فيه شاي، انا ما راح اشرب، هذا بيشرب، ابويا بيشرب، كلهم بيشربوا، بدنا نمشي خلاص. الساعة 5:25 دقيقة. وصلنا يا اخوان، باقي شوية، قبل شوية يا اخوان اذان الفجر. شوفوا يا اخوان رايحين مكان الصيد، مو مكان الصيد، مكان اللي بنوقف فيه السيارة ونركب على قارب ونروح جوا، والمكان هذاك بعيد يا اخوان. شوف الطريق كيف، وصلنا المكان يا اخوان. والله يا انه برد اخونا في الله، اللي يتذكروا صورت مع مقطع، صورنا مع مقطع السمك، طبخنا السمك. فيا اخوان هو ساكن هناك في الخيمة هناك، ركزوا نعدي من هنا. وانا السيد مرة مصر ومي باردة. تعال مرة بارد ولا؟ فاحنا الحين اخوان في نهر السند، جاي من فين؟ من اقصى شمال باكستان الى جنوب باكستان الى نهر السند في منطقة ديرة غازي خان عشان نصيد. والصيد يا اخوان ترى مو سهل، والله مو سهل، انا ما قد تصد قبل كذا ولا شفت، هذه أول تجربة لي يا إخوان. فنقول إن شاء الله إن التجربة تكون حلوة ونوعا ما مكلفة. أنا ما أحب هذا الشيء يا إخوان، أول مرة قاعد أجرب عشان المحتوى. بنصيد إن شاء الله بط، إي نعم بط، الحين هو موسم البط. ها هنا نهر السند، أخونا في الله يا إخوان قاعد يمشي حافي القدمين. عدينا كل هذا يا إخوان، ويا انه المويه بارده، والله بارده صح، رجولي يا اخوان ما احس فيها خلاص. شوفوا يا اخوان، شوف لا اله الا الله، كله عشان المحتوى يا اخوان. سووا لايك. امشي امشي امشي، يلا امشي 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 والله امشي، انتبه للشنطه بس. طيب امشي لايك. وصلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوفوا يا اخوان الضباب وش مسوي، ما نشوف شيء. ابويا نعم قاعد يقول انا ما بروح، يخاف مين هذا؟ هذا السيد اقرا شيء ما في مشكله، يلا في توكل الله. ونقول بسم الله ونبدا. معليش اخوان حولت على الجو برو لان الكاميرا الكبيره يا اخوان نوعا ما يا اخوان حسيت بالتعب، فقلت خليني احول على الجو برو. ابويا هنا، مراتب هنا،
اخونا فلاح هنا رايحين نصيد. هنا اغراض الصيد يا اخوان. الحين يا اخوان قاعدين نتجهز للصيد. اخونا فلاح قاعد يلبس ملابسه ملابس الصيد يا اخوان. خذ الطاقية يقول لي. راحوا. شوفوا يا اخوان قاعدين يحطوا بط صناعي عشان يقدر يصيدوا. ركز يا اخوان. شوف يا اخوان هذا هو السلاح. اوكي يلا يا اخوان نمشي. ابوي ومراتي كلهم بيكون هنا، انا بكون مع الرجال هناك. يلا يا اخوان مغامره مره حلوه. انبسط. هذا يا اخوان كله صناعي. जो भी जदो पक्षियां उन्हें ना मैं करने भी नीचे नीचे थी ना ऐसे थी जाने ऐसे कैमरा बिल्कुल आपने ऊपर लगा लेने इतने लगा लेने कैमरा कोई गल नहीं ठीक है आप नीचे हो जाने भई वो छिरकी ना कहा जाए डर ना जाए हाँ जी हाँ जी उन समझ आ गई है ठीक है ये बंदूक कौन सा है रिपीटर से रिपीटर الطلقات اخوان هنا وهذا هو السلاح وشغالين صوت اخوان عشان البط يجي هذا كله صناعي. اچھا یہ آپ نے کیوں لگایا ہے؟ یہ اس کا ہے نا وہ لابا ہے اس کا. اچھا یہ ڈکس ہے. ٹھیک ہے یلا اخوان شوف ايش اللي يصير. وهذا كمان اخوان نوع من الفن صيد تكلفة وبط صناعي. لو واحد ما عنده هذه الهواية يحس انه هذه الاشياء يعني ما لها داعي. اخوكم في الله قاعد خلاص تعبنا يا اخوان والله الموية باردة رجولي دخل موية يا اخوان. ركزين هذول يا اخوان شوفوا يمين يسار لو لقوا اي صيد على طول. الحين يا اخوان الساعة 7:12 راح احسب يا اخوان انه متى راح نلاقي اول صيد. هذول يا اخوان منتظرين. جا يا اخوان جا. قاعدين ندور يا اخوان يروح ويجي يروح ويجي. كلهم رجعوا الا احنا الثلاثة واقفين هنا ننتظر ننتظر الصيد ننتظر الغداء يا اخوان جيعانين انا جيعان. اول مره اذا ان شاء الله يا اخوان صدنا اليوم اول مره راح اجرب بط في حياتي. الساعه 7 يا اخوان و44 دقيقه يعني اكثر من نص ساعه ما لقينا شيء. الله كريم. رجولي يا اخوان مره ما احس فيها من قوه بروده المويه. الله يعين. شايفين يا اخوان لا اله الا الله.
والله يا اخوان تعبت انا اكثر من ساعتين الحين الساعه 9:12 تعبت يا اخوان رجولي يا اخوان والله خلاص انعدمت جانا واحد بس راح كان شويه بعيد كذا فوق والله كمين فاشل انتظر يجينا شيء يا رب اخونا في الله قاعد يقول لي امجد تعال نروح هناك يا عمي احنا جايين صيد لو انا وانت رحنا هناك والاخ هذا لقاله صيد وانا ما صورت مشكلة هذه والله مشكلة الحمد لله صيد يا اخوان صيد واخيرا صدنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيلو ده كيلو كيلو واخيرا اخيرا كانوا في كثير يا اخوان بس صدنا بس واحد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا رب نلاقي كمان كذا 10-20 حبة عشان نتغدى نتعشى كمان عليه اخونا في الله يا اخوان جاب المسدس الثاني انه هذا مسافته اكثر من هذاك تعبت اخوكم في الله تعب والله يتعب يا اخوان يا اخوان قبل شوي اخونا في الله قاعد يقول معلومة مرة حلوة انصدمت يا اخوان لما سمعت انه يا اخوان البط هذا يجي من روسيا يلين هالمناطق تخيلوا من روسيا روسيا جاتاي بابا سي جاتاي چيتر على مهينيس مسافر من روسيا متحني واليوم في الغدا ناكلك جا اخوان جا جا شوفوا يا اخوان العيال ماسكين سمك ما شاء الله الله طلعت منتهين يا ورع صايد لك سمك ما شاء الله والله نعسان يا اخوان وعطشان وجيعان وتعبان يا رب ما لقينا الا واحد بس للان يا رب لنا اكثر من 3 ساعات جالسين هنا Yeah.
الناس كي تاكل. واخيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اصلي يا اخوان مين هذا؟ حي ما شاء الله ما شاء الله دو ملغي. الحمد لله. يلا يا اخوان خلاص تعبنا من الساعه 6 يا اخوان جايين هنا الحين الساعه 12 ولا خلاص صدنا اثنين يكفي. هو قال لي المفروض تجي الفجريه الساعه 4 4 ونص 5 6 بالكثير 6. خلاص بنمشي الحين وانا جعت شويه لا اطيح هنا يا اخوان. انا كمان راح اجرب اول مره يا اخوان الله يعين. ادير ثم مكاركه هيك دو تي بس يهي مسئله كان سنوقي. خلاص يا اخوان بنشيل الاغراض كلها بنا سادي اسمه. هناك القارب حقنا يا اخوان. السلام عليكم. شكيالي تيكو. شوفوا يا اخوان يكون المشكلة حل. كيف نسوي تانك البنزين بعلبة بيبسي؟ رجولي ما احس فيها. تخيلوا 6 ساعات رجولي جوا الموية اكثر من 6 ساعات. هذا هو القارب الحين بنمشي. الوالد هناك اخر شيء هناك. خلاص خلصنا. ابويا كمان جاي. السلام عليكم. ها حصل شيء؟ ها حصل شيء؟ الحمد لله. كم؟ اثنين بس. بس نعم علي عمر حقهم غلف خلاص. سلام. ابويا 6 ساعات ونص جوا المويه. انا اجلس هذا نايم دول انا اجلس علشان انت ولدي هنا هذا اثنين نايم واقفين والله نشوف. ايش ده هنا ابغى اشوف اروح هناك شوف جاموس. جاموس ابوي انا خلاص طافي. شوف ما شاء الله ما شاء الله كيلو كيلو ونص كيلو ونص الحمد لله. امس الله يعين. يلا خلاص بنوندي هذا المكان. لا بس والله يا اخوان من ساعة قاعد اقول له قاعد غني غني. اللافس اللافس مرباني جزاك الله خير دوام مرتنا.